لكن خليني اروح واحنا بنتكلم على الدوري المصري والقرعه ان شاء الله اللي هتكون يوم 10 من خلال تصريحات طبعا الحاج عامر حسين. الوضع هيكون عامل ازاي؟ جماهيرنا هتكون عامل ازاي؟ اللائحه الخاصه بالبطوله هتكون عامله ازاي؟ اروح لسياده اللواء ثروت سويلم عضو رابطه الانديه، ومن خلال طبعا تواجده معانا بنسعد دايما بوجوده معانا. سياده اللواء او سياده النائب، زي حضرتك؟ حشتك كابتن محمد اخبار والله حضرتك ايه؟ كله تمام؟ سعيد نورتني دايما يا بتواجدك فندم. معانا والله يا سياده اللواء. انت عارف انك حبيبي الله وانا يخليك، بتشرف بيك والله كابتن شرف محمد. لينا يا فندم، شرف لينا. طيب ربنا يخليك. يعني في البدايه يعني السؤال عن الفتره القادمه، وكان الجماهير منتظره القرعه، مين هيلعب مين، الملاعب، امور كتير كانت بتشغل بال الجماهير في وقت من الاوقات، خصوصا ملاعب سياده اللواء. هل هيتم تحديدها في الفتره اللي جايه؟ هل في ملاعب هتتغير لفرق معينه؟ يعني حضرتك يعني شرف لينا حضرتك تجاوبنا على السؤال ده. والله يا كابتن محمد انت عارف ان بيتخاطب الانديه كل واحد بيختار الملعب والملعب البديل، فبالتالي انت الكلام ده كله لسه يعني القرعه ان شاء الله يعني يوم 10 والكلام ده كله هيكون في القرعه، هيتم اعلان كل نادي ملعبه ايه وفقا لاختياره، كل نادي بيختار الملعب بتاعه. فانت بتتكلم النهارده في تنظيم محترم، في حرص من الرابطه واعضاء الرابطه ان يتم موسم اقوى من الموسم الماضي وبظروف احسن، يمكن التوقيت بدري شويه عن السنه اللي فاتت، قد يكون برضو متاخر يعني، لكن بنقول افضل من الموسم الماضي لان الموسم كان صعب جدا اللي فات. فبالتالي انت يعني مش عايز اقول لحضرتك اعضاء الرابطه ورئيس الرابطه والكابتن عماد وكل الناس اللي موجودين فعلا كل الحرص على ان يكون موسم قوي جدا، وخاصة احنا بره كاس عالم. مش عاوز اقول لحضرتك يعني ده طبعا مسبب لينا طبعا اسى كل المصريين. فبالتالي انت عاوز تعوض الكلام ده ان يكون دوري بشكل محترم بجدول من اول موسم لاخر الموسم، الارتباطات قليلة عن الموسم اللي فات، فاعتقد ان هم هيشوفوا موسم محترم فيه برضه جهد محترم من الرابطة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية على ان يبقى في زيادة في اعداد الجماهير. كل الامور دي هتكون ان شاء الله في القرعة هتبان وتعلن فيها. طيب قبل ما يعني ما القرعه تيجي، ست اللي هو حضرتك معانا، ايه الاخطاء اللي ممكن حضرتك شفتها الموسم الماضي في التنظيم من خلال سنه اولى رابطه الانديه اتعملت، ومن السنه دي هتتحسن او هتتعمل شيء مختلف عن اللي حصل السنه اللي فاتت؟ والله كابتن محمد يعني على مدار سنين طويله كنت في اتحاد الكوره فيها، انا ما شفتش جهد اتعمل زي ما اتعمل من رابطه في الموسم ده. سنه اولى رابطه، بس سنه اولى رابطه على مستوى الدوري المصري، يعني ما كانش في روابط قبل كده او رابطه الانديه ما اتفعلتش، اتعملت قبل كده في اكثر من موسم، لكن كانت بطريقه ما كانش ليها الدور الاساسي لاداره الكوره في مصر او لاداره الدوري الممتاز. فبالتالي بقول لحضرتك ان لا يعني على قد ما كان سنه اولى على قد ما كان في جهد محترم من الرابطه، في فكر محترم، كل واحد كان عاوز ياخد ملف يكون يعمل فيه شغل كويس. لو في سلبيات كانت السلبيات كلها موجوده في جدول الدوري، على اساس كان الوقت مضغوط جدا، انديه كتير اشتكت من توالي الماتشات بسرعه وبوقت يعني قريب جدا، لكن في الاخر انك انت تحقق موسم بقدر كبير جدا افضل من اي موسم قبل كده. اللي جاي هيكون افضل ان شاء الله باذن الله. في فكره ان طبعا يتعمل لجنه انضباط في الرابطه، يعني انت بتدير المسابقه من خلال لجنه مسابقات واداره مسابقات، واعتقد طبعا كابتن عامر حسين. طب يعني الحاج عامر هيفضل موجود في لجنه المسابقات ولا كعضو يعني خرج هو من رابطه الانديه وموجود دلوقتي في الاتحاد؟ هل هيفضل في لجنه المسابقات؟ هو يعني ما اعتقدش انه ممكن يستغنى عن خبرات الكابتن عامر حسين في اداره المسابقه، يعني هو راجل عضو اتحاد كوره وكل احترام ليه، وهو اللي كان يعني حابب عشان اللغط اللي حصل وازاي يجمع بين هنا وهنا وكده، فقال لهم لا انا خليني في اتحاد الكوره. لكن طبعا ما اعتقدش انه ممكن الكابتن عامر حسين يكون بعيد عن المسابقات، لما له من خبره ولما له من فكر معين في اداره المسابقه. ما اعتقدش انك تلاقي يعني في الفتره الحاليه دي في ناس كتير محترمه وكل حاجه، لكن وجود الكابتن عامر استمرارا لادارته للموسم اللي فات والمواسم اللي قبل كده هيكون مهم جدا. اذا لجنه الانضباط برضه هتبقى مشكله من خلال رابطه الانديه ست اللواء؟ لجنه الانضباط بص هي كانت موجوده طبعا اساسا في اتحاد الكوره في المواسم اللي قبل كده، قد يكون كان تفعيلها
مش على المستوى. لكن انا بقول لحضرتك لا، هي مطلوبه جدا. احنا شفنا احداث بتحصل بره خارج المستطيل الاخضر، بره الاستاد وبره الملاعب، بتبقى انت محتاج انك انت تبين للناس برضو انك انت ايدك في الملعب وايدك في 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 عقوبه من يخرج عن النص حتى لو خارج المستطيل الاخضر، جوه غرف الملابس. يعني في حاجات معينه لا مراقب الماتش بيكتبها ولا الحكم بيكتبها، وانت بتشوف بالوضع الطبيعي يا كابتن محمد وانت نجم كبير، يعني بيبقى في دايما مراقب المباراه بيروح للحكم، طب هنكتب في حاجه، فبيبقى الامور بيبقى الجمهور شايف حاجات حصلت وللاسف ما اتخذش عقوبات فيها، يجي يقول لك ايه فين المسابقات وفين الرابطه وفين اتحاد الكوره، ده فلان شتم بره الملعب والكلام ده. لجنه الانضباط هي اللي هتقوم بالحاجات دي، كل ما هو لم يثبت في تقرير مراقب المباراه او حكم المباراه وشافه واتشافت عبر القنوات التلفزيونيه او التلفزيون المصري او القناه الاصليه، يعني اعتقد ان ده هيكون، ويبقى في لائحه لجنه الانضباط كله هيعلن بيها عشان كله بعرف ان اللي هيغلط هيتحاسب.